اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من امنت بالله. حلقه النهارده تبدو سهله، مصطلحاتها سهله، او المذهبين اللي بنتكلم عنهم او الفكرتين اللي بنتكلم عنهم يبدو سهلين رغم العمق الكبير اللي فيهم. احنا النهارده بنتكلم على الواقعيه والمثاليه. الواقعيه هي اتجاه مذهبي يبحث في اصل المعرفه ودايما بيرد هذا الاصل الى العقل، لا يعترف بالماده، لا يعترف بالخيال، بالرومانسيه، ملوش دعوه بهذه المنطقه، يتعامل مع الواقع. اما المثاليه فهي تبلور الحق والخير والجمال وترى ان الشر في الحياه شيء عارض جدا. هل يا ترى في الحياه اما ان تكون واقعيه جامده او مثاليه غارقه في الخيال؟ هذا ما سنناقشه الليله مع ضيفي العزيزين الاستاذ احمد عز المدون والمهتم بالشان الثقافي. اهلا استاذ احمد. الدكتور محمود حسن الباحث في الانثروبولوجي، اهلا وسهلا. ومعنا كالعاده دائما وكل ليله فضيله الداعيه الاسلامي الحبيب علي جفري، اهلا وسهلا بحضرتك. هنخرج فاصل، بعد الفاصل هنرجع مباشره علشان نشوف احنا فين ما بين الواقعيه والمثاليه وماذا يمكن ان يكون بينهما. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل حوارنا او نبدا حوارنا حول الواقعيه والمثاليه، وهبدا من عند الاستاذ احمد عز. استاذ احمد، عايزين نفهم فكره الواقعيه او مذهب الواقعيه، هل هو متجرد من كل ما هو خيال؟ هل هو ضد الخيال، ضد الروح، يتعامل مع كل ما هو ممسوك مع الماده فقط؟ والحقيقه هو مش ضد الخيال، يعني هي فكره ضد الخيال دي في حد ذاتها غير واقعية. نعم. يعني هي الحقيقة هي ضد الرومانسية أو المثالية الزائفة أو المبالغة في المثالية. الواقعية بتتعامل أو المدرسة الواقعية، يعني في لو هنطبقها على الفن أو هنتكلم على العلوم أو هنتكلم في أي مجال، يعني الفكرة في إن أنا بحط النظرية المثالية في الواقع وفي السياق الزمني والمكاني اللي احنا عايشينه. ففكرة ان في التاريخ مثلا اشخاص مثاليين، اشخاص يبدو للوهلة الاولى انهم يعني كانوا من كوكب تاني او من عالم تاني، تنفي تماما قابلية تطبيق النماذج دي في الواقع. ولذلك الواقعية تتعامل مع الافكار او مع النماذج دي بالسياق الزمني والمكان اللي كانوا فيه، ويحط الفكره او الشخص في اطار انسانيته، انسان ليه وليه لا يعني وعليه ما عليه. فهي لا تتنافى مع الخيال، انما تتنافى مع الرومانسيه. ما تتصدمش مع الميتافيزيقي، مع ما وراء الطبيعه، مع فكره الاحساس الخفي، فكره المعجزه، فكره يعني هل لازم كل شيء يبقى ملموس وممسوك والا لا تعترف به؟ حتى فكره الميتافيزيقي او الغير طبيعي، يعني لو هنتكلم مثلا عن الحدس عند الانسان او الغريزه مثلا، هي حاجه لا يعني ما ينفعش تقاس ماديا، انما هي ليها مشاهدات ظاهريه وليها وده شيء واقعي، يعني انت تقدر تقيس بفطرة او بغريزة الخوف مثلا، سواء عند الانسان او عند اي كائن من المجهول مثلا، من مشاهدات تقدر تقول ان بالحدس في خوف ومشاعر هي مش مادية، فهي لا تتصادم مع اي شيء مادي، هي لا تتصادم مع الغير مادي.
لان الغير مادي حتى يمكن نقدر نشوف المشاهدات تدل عليه. حتى فكرة الإيمان، لو احنا هنتطرق لفكرة الإيمان، الإيمان لو أنا هدلل عليه دايما بـ 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 بالماديات وبالأشياء المادية، أنا كده حصرت الموضوع في الفكر القاصر للإنسان والإدراك القاصر للإنسان. فدايما في الشيء اللي هو زي ما حضرتك قلت ميتافيزيقي أو ما وراء الطبيعة، تقدر تشوف ليه مشاهدات ودلالات تقيس بيها وتدلل على وجود شيء مثلا او ما تقدرش تشوفه ماديا او ما تقدرش تمسكه يعني، انما تقدر تستدل. لكن المدرسه دي بتعترف بالمعجزات مثلا؟ في سياقها الزمني يعني احنا عارفين يعني المعجزات، اقول لك هو يعني في الغالب بنبحث على دليل او على تفسير ليها طبيعي. نعم. وان كان في الغالب يعني في الغالب ما بيبقاش الموضوع رايح لفكره الـ 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 الايمان المطلق بالمعجزه، ما بتسلمش بيها، كل معجزه بتحاول تفتش يبقى فيها، يبقى لها دلاله، يبقى لها عايز دليل، اماره يعني. مش لازم يكون دليل مادي، ممكن تكون مشاهده زي ما انا قلت، مجرد استنتاج، مجرد استنباط لوجود الظاهره دي او لوجود المعجزه دي. وحتى لو هي في الزمن الحالي هي معجزه، وارد جدا او يعني حصل قصور واحنا عجزنا عن تفسيرها ماديا، يمكن في فتره تانية نقدر نفسرها ماديا. نعم. فانما لا تنكر المعجزه، هي تفسر يعني. لو هنتكلم على اي معجزه ماديه يعني زي معجزه مثلا، يعني حضرتك سمي اي معجزه. لا انا مش هسمي، انا هسمي بالله وهروح للدكتور محمود حسن الاول علشان هو اللي ممكن يجيب لك المعجزه. المثاليه كفكره كمذهب، وهل هي حاله من الهروب من الواقع فيصنع الانسان خيالا يجعله لا يتصادم مع واقع مستندا الى ان للروح عالمها الخاص؟ لا، هي الفكره مش كده. هي الفكره فكره ان المؤمنين بالمبدا المثالي بيؤمنوا ان ربنا ما خلقنا في الدنيا حطنا طرق معينه او حطنا قيم معينة احنا بنحاول ان احنا نقتدي بها، بنحاول ان احنا نقرب منها. المثل العليا او القيم او الاخلاق او هنسميها دين، في كل الاديان او في كل الحياة البشرية احنا بنحاول ان احنا نقرب منها. هي دي الفكرة الاساسية لينا، احنا بنحاول يعني هي دي الطريق اللي احنا بنحاول ان احنا نمشي فيه، بنحاول نقرب منه. فلينا اتجاه معين، هو اتجاه المثل او القيم بتاعتنا، فهي دي اللي احنا بنحاول ان احنا نقتدي بها. الإنسان دايما بيبقى عنده مشكلة بين ما ينبغي أن يكون وما هو قائم بالفعل. يعني الإنسان دايما في دماغه فيه تصورات لأشياء معينة، لأخلاق معينة، لقيم معينة، قد يصطدم بالواقع فيتغير أو يحصل انحراف نوعا ما عن ما هو متخيل أنه هو ممكن يعمله في نفس الموقف ده. هو ده اللي بيعمل دايما مشكلة في أو بنسميها التفسير الواقعي للمثل او التفسير الواقعي للاشياء المثاليه اللي موجوده عندنا. هل كان هناك في اي مرحله من المراحل نقدر نقول فكره مثاليه، مدينه مثاليه، مجتمع مثالي يمكن ان نقيس عليه، ام انك ستتحدث عن مجموعات افراد متناثره؟ لا، هي الفكره الاساسيه المجتمع المثالي او الفكره المثاليه كيوتوبيا او كحاجه تطبق على الارض دي صعبه جدا. احنا بنتكلم عن ان احنا بنحاول نقرب منها. المثاليه هي ال 100%، احنا عمرنا ما هنقدر نوصل عليها لان احنا بشر، احنا مش ملائكه. لما الفكره هو المثال او القدوه او الاخلاق اللي احنا بنحاول نوصل لها، هي دي الفكره. يعني هي الابر ليميت بتاعنا او اللي احنا عايزين نوصل له، هدفنا ان احنا نوصل لده. فاحنا عندنا قيمة بنحاول ان احنا نقدر نوصلها، كل ما قربنا منها يحصل سلام روحي او يحصل هدوء نفسي. المشاكل النفسية، معظم المشاكل النفسية بتبقى موجودة تبقى نتيجة ان الانسان ما بيقدرش يحقق اللي هو متخيل انه يقدر يعمله، فبيوصل لدرجة قليلة منه. هي دي المشكلة الاساسية اللي بتحصل، اللي بتخلي الانسان يبقى يعني يغير مثاليته. سيدي الحبيب، ما بين الاثنين، ما بين المذهبين، ما بين الفكرتين، نبدو أننا نتحدث عن هوة شاسعة منذ بداية الخلق، والأديان نزلت والرسائل السماوية كلها تدعو إلى الخير والمحبة والعدل والجمال وتنزع إلى كل شيء جميل. ولكن الممارسة على الأرض منذ بدأت الحياة وهي مليئة بالشرور،
يظل الحديث عن المثالية نزعة رومانسية قد تتبدى في كتابات أو في بعض الأشخاص، ويقول لك إنهم فشلوا أو انزووا لأنه مثالي قوي، مش عايش الواقع، والواقع يجعل الحياة قاسية وجافة جدا، وتبدو كل شيء لا تتعامل إلا مع المادة. ما بين الاثنين كيف يمكن أن نجد أنفسنا؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة والسلام. هناك ملمح في كلا المدرستين يمكن أن يكون هو الجانب من الصواب الذي في كل واحدة منها الذي تكفل لها بالاستمرار. أؤمن أن الباطل المحض لا يستطيع أن يستمر. نعم. إن الباطل كان زهوقا يسقط. لكن إذا رأيت مدارس استطاعت أن تصمد لفترة ولم تسقط، تدرك أن هناك نسبة من الصوابية فيها، حتى لو كانت المدرسة سيئة، حتى لو كانت باطلة، لكن لابد أن يكون فيها ملمح من الصوابية. الملمح الصوابي الذي يعني شعرت به في كلام الأستاذ أحمد عز هو أننا خلقنا لفترة محددة في هذه الحياة الدنيا، وأمامنا رغبات وطموحات، وعندنا ظروف في الحياة. إذا لم نكن واقعيين، إذا لم نكن عمليين فيها، يعني تمر علينا الحياة دون أن نحقق شيئا، وأمامنا تحديات. إذا تمسكنا بالمثاليات في كل شيء يصعب علينا أن نتجاوزها، لكن هذا الجزء الأخير فيه نقاش. النقطة التي يعني أثرتموها وهي الجانب العالي في الصواب الذي تذكرونه، أن الإنسان بحاجة إلى إلهام، إلى شيء يلهمه، إلى نموذج راقي يستلهم منه ما الذي ينبغي أن يسير إليه، لأن الذي لا حلم له لا حلم له ولا إلهام له حياته تصبح جحيما. لهذا حين نقول أن بحاجة إلى وصلة بين المدرستين. نعم. الوصلة هي أن نتنبه إلى أن التعامل مع المعاني المجردة يؤدي إلى الإغراق في الوهم. الحياة ليست كما نتصور في المعاني المجردة، كما أن التركيز على الواقعية المادية يحطم قيمة الإنسان، يحول الإنسان إلى شيء. نحن في عصر حصل فيه ما يسمى بتشييء الإنسان. إذا تحول الإنسان إلى شيء فقد أهم مقومات إنسانيته، يصبح بضاعة، يصبح سلعة، يصبح من حيث لا يقصد ولا يشعر جزء من ميكنة المصنع الذي في العالم هذا الذي يستهلك الإنسان ويذهب به. فنحن نحتاج إلى وصلة بين المعاني وبين المباني. احنا محتاجين نقرب اكتر من معنى الواقعي ومن المعنى المثالي، وعايز اخد مع سيد الحبيب برضو فكرة الطريق التالت او الحل التالت او الخيار التالت ما بين الاثنين، اتحقق امتى وازاي، وان ما كانش اتحقق مع مصطلحات جديدة ازاي هنقدر نحققه بعد الفصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل حوارنا حول ثنائيه الواقعيه والمثاليه. استاذ احمد عز، النظريات العلميه كثيره التناقض والاختلاف، ازاي نقدر نعتمد على العلم وحده؟ ازاي بدون ان نثق في مصدر هذا العلم يمكن ان نعتمد عليه ويصبح مجردا؟ ايضا والجزء الثاني حتى ننتهي من الواقعيه في هذه الحلقه، فكرة كيف تتحول الحياة إلى شيء جاف طوال الوقت، من أين تستمد الروح، ونظريات الواقعية بتبعد الروح وترى في النزوح إليها نوع من المثالية الفارغة. هو الأول بس أنا عايز أضيف حاجة على كلام الدكتور محمود. هو بيتكلم لما كان بيتكلم على فكرة الـ ان الانسان لازم يكون بيسعى لتحقيق المثل والقيم، احيانا الفكره دي بتبقى عبء على الانسان، فكره الاحساس بالنقص وان انا عمري ما هكون ابدا كامل، او عمري مش كامل يعني ما فيش انسان كامل، بس عمري ما هكون هوصل للنماذج اللي بتتقدم لي كنماذج للقيم دي.
بتصدر للإنسان إحساس بالدونية وإحساس بالنقص، وده بالتبعية بيكون عبء. ففكرة الفكرة إن أنا لما أكون واقعي مثلا في النظر للقيم وتطبيق القيم دي على الإنسان، وإن الإنسان أصلا خلق غير كامل يعني، بتدي أريحية وتسامح وتصالح مع النفس، يساعد الإنسان على إنه يشتغل على الأقل. فأنا ده بس كان اعتراض على الـ على الـ على النقطة دي. وأرجع بقى لنقطة النظريات العلمية والاعتماد على العلم وحده كمفسر لكل الأشياء وكالمصدر الوحيد لتفسير وجودي في الكون مثلا. هو الحقيقة يعني هو أنا شايف يعني في وجهة نظري إن العلم ما تعارضش أبدا مع فكرة التدين. يعني احيانا يستخدم النظريات العلميه في التدليل مثلا على عدم وجود خالق او عدم وجود او فكره التدين في حد ذاتها فكره اسطوريه، لكن في نفس الوقت هنلاقي ان في مدرسه ومدرسه ليها وجهتها من ناس بتستدل على إيمانها بالشواهد وبالنظريات العلمية اللي موجودة. بس بالنظريات العلمية والواقعية العلمية دي قد تتصادم مع كثير من نزول الأديان ومعجزات الرسل والأنبياء مثلا. يعني هو في بعض الأحيان بيحصل التصادم ده، وليها مخرج. المخرج اللي دايما الناس يعني بتلجأ له في القصة دي إن العلم مهما كان وصل، يعني لو احنا في المرحله اللي احنا فيها دي مقارنه ب 200 سنه فاتوا مثلا، فالعلم اللي كان 200 سنه كان قاصر عن تفسير اشياء كثيره جدا. فالعلم اللي احنا وصلنا له دلوقتي هيكون برضو قاصر عن تفسير اشياء كثيره جدا احنا شايفينها ومش قادرين نفسرها. فالمخرج بيبقى ان فيما بعد. اذا انت لا تسلم تسليما كاملا بحدوث المعجزه او الخيال مثلا في حدث كبير زي الاسراء والمعراج، وترى انه يمكن بعد 200 سنه ولا 500 سنه أن يكون هناك تفسير عقلاني لما حدث. مش بشكل تفسير عقلاني للمعجزة، إنما استدلال على حدوث المعجزة مثلا. نعم. يعني مثلا يمكن يثبت في حادثة مثلا زي شق البحر لسيدنا موسى مثلا، يثبت بدليل جيولوجي مثلا إن فعلا حصل شق البحر في المنطقة دي. حتى يحدث هذا أنت ترى الواقعية ترى أنه حدث ونسلم حتى يثبت العكس أو يثبت ذلك، ولا الواقعية تنتظر؟ الواقعية من وجهة نظري تقول إن الإيمان لا يعني الإيمان في حد ذاته هو مش شيء مادي عشان أستدل عليه بماديات فقط. فلذلك أنا يعني حدث تعارض وقتي دلوقتي ما بين معجزة وما بين تفسيرها العلمي، فواقعيا أقول بما إن العلم مش طول الوقت قادر على تفسير الأشياء، ف في وقت ما سيحدث ان العلم يكون قادر على اثبات او تدليل على هذه المعجزه. فانا برضو بردها لفكره ان الايمان مش في الاساس مش شيء مادي عشان بستدل عليه بس بالماديات. ما بتحتاجش فيه الواقعيه والعقل ما هي الواقعيه اللي انا بتكلم فيه ده هي الواقعيه، انه يعني شيء غير مادي في الاساس استدل عليه بماديات بس، فده شيء غير واقعي. انما فعشان كده انا بقول هو ما فيش تعارض. يعني العلم وحده مش مفسر لكل الاشياء، ومش هو الدليل الوحيد اللي انا همشي وراه لكل الاشياء في الحدث مثلا. دكتور محمود، لماذا يبدو المثاليون وكانهم في عالم اخر، ربما يبدو اكثر قربا من الله، المؤهلين اكثر لاكتشاف الخالق يبدو متخصصين في الابداع والكتابه والفكر بعيدا عن الواقع؟ يعني تبدو المثالية كفكرة أنها ليس لها علاقة بالاختراع والكشف والبناء. العكس تمام. الأول بس في نقطة كنت عايز أرد على أحمد، هي فكرة المثل العليا والقيم، أن هو كان شايفها عامل سلبي في حياة الإنسان، أن هو دايما يحس أنه أدنى أو يحس أنه مش قادر يوصل. أنا شايف بالعكس تماما، أن وجود مثل عليا وقيم ده بيبقى زي انسبيريشن، بيبقى الهام بالنسبه للانسان انه يتقدم ويعمل اكتر، وان هو يبقى يزيد في 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 اتجاهاته الايجابيه عشان يحاول يوصل للي وصل له الناس قبله. بالعكس ده مش هيبقى عامل سلبي، ده هيبقى عامل ايجابي جدا، هيخلي الانسان يتطور ويحاول ان هو يوصل للناس وصلوا قبله، وبالعكس يحاول انه يزود عليه. دي النقطه الاولانيه.
تاني حاجة إن المثل العليا بتدي طعم للحياة، يعني الحياة الجافة أو الحياة العملية بتدي طعم في الخيال ولا على مستوى الواقع؟ على مستوى الواقع بالعكس. يعني في معظم المحلات حتى الدكاترة الكبار أو الناس المبدعين العمليين الكبار دايما بتلاقي فيه جانب فني في حياتهم، بيحبوا موسيقى. لكن بعضهم بينهار لما بيصطدم بالواقع. بعض مين؟ بعض المثاليين بينهار وبتكون مناعته ضعيفة لما يصطدم بواقع جامد في الحياة. احنا عايزين نفرق بين نقطتين، نقطة العالم المثالي، الناس اللي عايشة في عالم خيالي زي مثلا توماس مور لما كتب اليوتوبيا أو المجتمعات المثالية اللي الناس حاولت تحققها على الأرض، وده مش ممكن لأن احنا بشر والبشر يخطئ ويصيب. احنا المجتمع المثالي ده يبقى موجود في الجنة إن شاء الله، إنما على الأرض احنا عايشين حياة احنا فيها بنحاول نوصل لموصل. يعني احنا الموصل بالنسبة لنا زي ما احنا قلنا في الأول هي الهدف، الهدف ده انا بقدر اوصله بدرجه معينه، وهي دي فكره الصفاء الانساني. انا كل ما اقرب من الهدف بتاعي كل ما انا ببقى اقرب للوصول للصفاء النفسي او الذهني اللي انا بحاول اوصله. نعم. دي اول فكره. العلم دايما متغير، انا ما اقدرش افسر اساس ديني بنظريه علميه لان في نظريات علميه كتيره بتهدم نظريات علميه تانية خالص. يعني ممكن بعد نظريات علمية كانت موجودة واتهدمت أساسا بحقائق علمية جديدة بقت موجودة. بس فهي الفكرة الأساسية في المثالية هي أن أنا التفكير مثالي لكن التطبيق على أرض الواقع ممكن ياخد نوع من أنواع الالتفاف حوالين المثالية بس للوصول لنفس الأهداف. نعم. سيدي الحبيب، في قبل الخروج وحتى يكون لدينا متسع في حوارنا القادم، ما هو الخيار الثالث ما بين المثالية والواقعية؟ كنا كتبنا في الأسئلة العشر: الانتصار للمعاني المجردة سمو موهوم. موهوم. نعم. ودفن المعاني في مقبرة الماديات انحطاط حقيقي. أما آن الأوان لصياغة مفهوم يجعل من السمو حقيقة نعيشها ومن الانحطاط واقعا قابلا للمعالجة. نعم. المعنى يعني في آخر الحلقة، المعاني الراقية إذا اتصلت بمطالبة النفس بالانتهاض كانت دافعة للانتهاض، وإذا انفصلت عنه أصبحت شيء في السماء معلق، يشعر الإنسان أنه منهزم أمامه وينصرف. الواقعية أو الارتباط بالمحسوس والمادة والظرف الموجود يعطي الإنسان ركون إلى نفسه، لا يفكر كيف يغير من نفسه بشكل أخلاقي. نعم. لأنه أصبح خلاص معذور، لا يحتاج أن يفعل شيء، هو راضي. يعني be yourself كما يقولونها هكذا في القاعدة، هذه القاعدة be yourself معناه خلاص ما عندك أفق للارتقاء الأخلاقي. نعم. طيب، هذا أمر يستدعي منا تفاصيل أكثر في الحلقة القادمة إن شاء الله. بشكركم، دي كانت نهاية حلقتنا، نورتوني. غدا حلقة جديدة من آمنت بالله.